إذا كانت المرأة تأخذ من مال زوجها بدون إذنه لقصد حفظ المال، مع أنه لا يقصر في النفقة عليها ولكنه كثير الإسراف، فما حكم هذا ذلك؟ المرأة في هذا مأجورة إذا كانت تعينه على الاقتصاد وعدم الإسراف، وإذا جاء بأموال النفقة حضرت منها بعض الشيء له وللحاجة، هذه مأجورة ومشكورة وما أقلها أولئك. على كل حال إذا كانت تأخذ من المال ليأتي بها للنفقة تحفظ بعضه وتشتري للبعض الحاجات التي تهم المنزل وتقتصد في النفقات، هذه مشكورة ومأجورة، ولها أن تأخذ من مالك في الحاجات إذا كان بخيل كما سمعتم بالندوة، لها أن تأخذ من مالك ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف. الأزواج يختلفون، بعضهم سخي وبعضهم مسرف وبعضهم مقتر وبعضهم متوسط، فإذا كانت المرأة صالحة فلها أن تجتهد فتحفظ من ماله ما ينفعه إذا أعطاها مالا للمأكولات والمشروبات ونحو ذلك أو لكسوتها، تحفظ منها ما ينفعها وينفعه وتصرف الذي تدعو له الحاجة، ولا تسرف ولا تقتر بل بين ذلك. وإذا قتر هو وبخل هو فلا أن تأكل من ماله بالمعروف من غير علمه ما يكفيها ويكفي بنيها، كما ثبت في الصحيحين هذه هند بنت عتبة وعطي أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أما اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، هذه النصة لأخذ المال ما يكفيني ويكفي بني. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، خذي من مال بالمعروف، خذي من مال بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني. قال بالمعروف يعني المتعارف، لا في إسراف ولا في زيادة تضره، بل قدر حاجتها في ملابسها في ملابس أولادها في طعامهم المعتاد فقط.